يبدو أن ريال مدريد واثق من التوقيع مع نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي في نهاية الموسم الحالي، وينهي عقد مبابي هذا الصيف، وقد قرر الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن ريال مدريد سيقوم بتقديم مبابي لجماهير سانتياغو برنابيو في الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم. وأضاف المصدر أن هدف ريال مدريد هو تقديم مبابي قبل انضمامه للمنتخب الفرنسي للمشاركة في اليورو. كما كشف تقرير صحفي بريطاني عن تطور جديد في مستقبل النجم الكوري الجنوبي يونغ مين سون صاحب 31 عاما. وفقا للمعلومات الواردة من شبكة فوتبول بريطانية، فإن توتنهام سيفتح مناقشات مع سون من أجل تجديد عقده.